عليكم ومرحبا بكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم جبت لكم هاد لونسومبل البلدي، شي حاجه اللي عاطيه العين وزويونه، والناس اللي كيبغيو يبقاو دايرين الذهب ديما حتى في الدار، وممكن تلبسي حتى في الحضور. بالنسبه لهاد لونسومبل كيتكون من لاشين بوندونتيف لي بوكل ولا باك، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نشوفو عن قرب باش يبان لينا اكثر. غادي نبداو بلاشين بوندونتيف. بالنسبه للاشين بوندونتيف على هاد الشكل هذا، ما فيه لا حجر لا والو، هكا الشكل ديالها بوندونتيف على هاد الشكل هذا. وبالنسبه للاشين هي رقيقه ديال النيلو، ولكن صح العمل. بالنسبه للبوندونتيف راها صحيحه وديال ديما، والقد ديالها هكا باش تبان لكم قداش. ودابا غادي نشوفو لي بوكل. بالنسبه لي بوكل حتى هما على هاد الشكل هذا، نفس الديزاين ديال البوندونتيف، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو يعني صغيورين ومطورين في الودن، يعني كيجيو شي حاجه عاطيه وزويونه، وكتبقاي ديريها ديما يعني ما كديرونجيكش. وهكا من اللور ديالها عندها سداده ديال العمود هكا كيفاش كتسد. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا لاباك. بالنسبه لاباك حتى هو على هذا الشكل هذا، هكا ما فيه لا حجر لا والو، وطويل هكا كيجي في الصبع، يعني شاد في اليد كيجي باين هكا من اللور ديالو، من الداخل ديالو على هذا الشكل هذا. وهنا كاين الطابع ديال الديوانه، كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. بالنسبه للبسه ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، هكا من اللوك ديالو على هذا الشكل هذا، هكا الشكل ديالو. لا بوكل كتجي بحال هكا على هذا الشكل، وبالنسبه لاشين بوندونتيف كتجي على هذا الشكل. كنتمنى هذا لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبصحتكم وراحتكم.